أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة، في يوم جديد، في موقع جديد، في طبعا موقع ميداني يا إخوان. إحنا كان اليوم بدنا نطلق أكبر كائن بري موجود عندنا إحنا، يعني أضخم كائن بري بدنا نطلقه في البرية اليوم، تمام، بمساعدة دكاترة لهم علاقة في السواليف هاي. بس بديش أورجيك وجهه، أورجيهم وجهك ولا لا؟ بديش أورجيك وجهه، هي موجود هون. بالتعاون معه بدنا نطلق أكبر كائن بري موجود عندنا في الأردن يا إخوان، تمام. راح احنا مسمينه أبو عنتر، كويس، بس مش عارفين وين نطلقه، خايفين عليه بصراحة. عند الشجرة صح؟ أحسن شيء. فبدنا نطلقه اليوم يا إخوان بمساعدتكم، تمام. طبعا هيو أكبر كائن موجود، هيو شايفينه، هذا أكبر كائن موجود عندنا، هو السلحفاة. احنا بدنا نطلقه ونقول له روح، الله يوفقك، ها روح روح، والله ما راضي يروح يا اخوان، هيو روح، بجوز يقعد له شهر هون. طيب احنا اليوم في حلقة ميدانية يا اخوان، في بدنا نعودكم شوي على هالحلقات الميدانية، انه كيف احنا بنفحص ميداني وكيف بنشتري الميداني. احنا في منطقة فحصناها قبل هالمرة، تمام، لكن بدنا نفحصها كمان مرة، نأكد الشغل راح نشتغل عليه. عندي نقطتين في المكان، النقطتين هذول قراب من بعض، بس بدي أتأكد انه هل انه هاي النقطتين بيناتهم سرداب او بيناتهم شغل زي هيك او لآخره، تمام. خليكم معانا عشان نبلش التصوير ان شاء الله. في يوم جديد، في موقع جديد، بصور الحمد لله. في يوم جديد في الموقع. طبعا احنا اطلقنا ابو عنتر، خلصنا منه، اكبر كائن بري موجود عندنا. طبعا عنتر هو عباره عن سلحفاه هالقد يا اخوان، بس اطلقناه في البريه، الله يرزقه ان شاء الله، يرزقنا زي ما بيرزقه، تمام. طبعا يا اخوان احنا هذا الموقع فحصناه قبل هالمره، يعني اشتغلنا على هذا الموقع وفحصناه، لكن يعني كان في عندنا مشكله، انه في عندي انا هنا نقطتين مش نقطه واحده، يعني عنده نقطه اولانيه وعنده نقطه ثانيه، نقطتين. لان النقطتين هذولا نقطتين احتمال انه يكونوا متابعين لبعض، يعني احتمال انه يكونوا في نفس الفراغ، ممكن هناك البوابة وهنا النقطة الأخيرة، وهنا أو ممكن هنا البوابة وهناك النقطة الأخيرة. فهسه راح نرجع نفحص وناخذ القياس تبعنا تبع المعدن في هاي المنطقة يا اخوان. اجوا عالم بحشوها، مش عارفين مين هم، احنا مش عارفين مين هم، اجوا بحشوها، تمام. لكن هنا النقطة موجودة، هسه بدنا نرجع نأكد عليها كمان مرة ونشوف شو الوضع، تمام، ونشوف ايش بدنا نعمل. الحمد لله نصور، تمام. فراح ناخذ النقطة كمان مرة يا اخوان عن طريق زقزاق. عندي كانت نقطة على يميني، انا بدي اخذها عن طريق الزقزاق، نقطة قوية هون مش سهلة يعني، تمام. طبعا نقاط ثانية في الارض ما في، يعني هذول النقطتين الوحيدات اللي موجودات، نقاط ثانية في الارض ما في، بس هذول النقطتين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبلش. نفس فكرة الزقزاق اللي اشتغلنا فيها يا اخوان، نشتغل فيها هون في اي مكان كان، نشتغل نفس الطريقة، نقول بسم الله ونشتغل، تمام. الان اول هالة ودينا هون، بنروح مع الهالة نفسها، بنيجي هيك. الان الهالة الثانية ودتنا بهذا الاتجاه، بنيجي من هون، تمام، بناخذ نفس الاتجاه، تمام. الان انا عارف وين النقطة، تقريبا النقطة هون، يعني نقطة في المكان هذا، تمام. لكن هون احنا صار في اختلاف بينها، لان هي عميقة كبيرة وعميقة، ولا هي صغيرة وقريبة، تمام. عشان هيك جراف يا جماعة سويناها، مش احنا، صح، آسف، تمام، مش احنا، بجراف. ماشي. فهون نقطة عندي، هسا النقطة الثانية اللي هي عند الشجرة هاي اللي هون يا اخوان، لان انا بدي اشوف الفراغ من هذيك الشجرة لهاي لهون، نفس الفراغ هذا اللي على النقطة هاي ولا لا. تعالوا معانا، خلينا نشوف وناخذ الاتجاه. انا اخذته قبل شوي، كنا نصور هذا واخذته قبل شوي، فبعرف انا الاتجاه تقريبا. لكن كيف بدنا نشتغل الان؟ بحط المعدن في ظهري، المعدن اللي لقيته انا، او الهالة المعدن في ظهري، ما بروح باتجاهها، بروح خليها في ظهري. الان بمشي باتجاه الثاني عشان اخذ الهالة الثانية، تمام، يعني اتجاه الاسياخ باتجاه الهالة الثانية، باتجاه المعدن الثاني، تمام. الان بدنا نمشي، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بدي افحص فراغ هسه، تمام. الان بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بنمشي باتجاه النقطة الثانية، تمام؟ بصور لسه؟ اه بصور، تمام؟ نمشي باتجاه النقطة الثانية، وانجذاب السيخ زي قبل شوية انجذب معانا بنفس الاتجاه، يعني
يعني وانت ماشي بتلاقي السيخ رايح لهناك، ليش؟ طب انا ماشي دغري، طب ليش السيخ رايح لهناك؟ منجذب باتجاه هاله كبيره اللي هي هاله فراغ موجوده، تمام؟ وهاله حلوه، انا قلت لكم قبل هالمره انت بتصير تعرف اللي تحت الارض وانت ماشي، يعني وانت ماشي بتقزر بهالسيخ انت عارف شو في تحت الارض، عندك فراغ من هون، حفريه من هون، ذهب من هون، قصه من هون، تكون عارف كل شيء زي الروحانيين بتصير تشتغل، تمام؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يلا دكتور ونبلش، تمام؟ هي انجذاب بروح معي لهناك، نفس الطريق اللي انا اخذتها قبل شوي، تمام؟ ما تغيرت فيش عليها، تمام؟ الان كنا كان منجذب، هاي مهمه يا اخوان، السيخ كان منجذب رايح هناك، الان لما قربت لهي المنطقه على السريع بتلاقيه تغير اتجاهه للنقطه هاي، يعني بتكون انت حاسس بالسيخ وبحركه السيخ ماشي بالاتجاه وبسحبك قاعد لهناك للمنطقه هذه. لكن مجرد ما وصلت للنقطة اللي أنت بدك إياها مثلا أو النقطة اللي فيها الفراغ نهاية الفراغ بتلاقيه انجذب لداخل الفراغ، تمام؟ شغلة حلوة هاي في البحث عن الفراغات يا إخوان، يعني أنت قاعد تبحث عن فراغ مش أنت عارف وين الفراغ، لا أنت قاعد تبحث عن فراغ، تمام؟ الآن بدنا ننزل لتحت، أنا طبعا بعرف إنه في نقطة هون لكن بدي أشوف الفراغ وأحدد الفراغ بالضبط. انزل يا دكتور ولا خليك عندك ولا تمام عندك. الآن النقطة عندي هون أنا بدي اتاكد عليها كمان مره عشان اشوف انا فحصي قبل كان مظبوط او مش مظبوط او في اختلاف في الفحص او في مشكله في الفحص، تمام؟ الان نقول بسم الله الرحمن الرحيم زي الحلاقين، هاي لازم بعدين بيضرب الهاي فيده. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، عندي نقطه بدي اياها اللي هي نقطه معدن، انا بدور عليها صراحه، هاي هي، تمام؟ النقطه وين راحت؟ شفتوا وين راح اتجاهها؟ بسيطة، ما فيها أي تعقيد، لأن تيجي من النقطة هاي، طبعًا أنا بعرف إنه هو في معدن مربع، مربعها جاهزها، مجهزها يعني، تمام؟ لكن أنا بدي أعرف فيها بوابة ولا ما فيش فيها بوابة؟ خلينا نمشي مع بعض هون يا دكتور، تمام؟ الآن بدي أروح باتجاه البوابة، بدي أحاول أروح باتجاه، في شجرة في النص، لكن بدي أروح باتجاه البوابة ونشوف بسم الله الرحمن الرحيم، يلا. لكم تديروا بالكم في مناطق زي هيك، يطلع لكم عقرب، يطلع لكم حي، يطلع لكم تمساح، يطلع لكم فيل مرقص، تمام؟ إذا رجعني لنفس الفراغ، خليني أشوف أتأكد من البوابة هون في المنطقة هاي، يعني هاي البوابة هون، بس أتأكد وين مكانها بالضبط، هي داخلة لورا، لجوا ولا لوين بالضبط، تمام؟ الآن نمسك السيخ بهالطريقة هاي، وبنروح باتجاه البوابة اللي نحن متوقعين انها بوابة، تمام؟ بنروح باتجاه البوابة وبنفحص المكان، نفس المكان اعطاني اياه الدكتور قبل شوي، صح؟ تمام. اذا عندي بداية البوابة هي من المكان هذا، اذا هاي الموجودة هون الصخرة هاي سدة هي عبارة عن تسكيرة اوجه الارض؟ اوجه الارض تسكيرة تسكيرة لا داخلة لتحت تكون، ايوه تمام، يعني مش كثير لتحت، تقدر تقلبها، ممكن تقدر تقلبها. اذا في عندي تسكيرة يا اخوان، بس مش تسكيرة وراها فراغ دغري، ديروا بالكم مش تسكير وراها فراغ دغري، راح تكون فيها حفر، يعني فيها نزول زي ما حكينا قبل هالمره، فيها نزول على الاقل 3-3.5، بعدين فيها بعديها دخول للفراغ. طيب هسه بدنا نفحص الفراغ، بالنسبه لنا نعتبر هاي البوابه، بدنا نفحص الفراغ للجهه الثانيه، تمام؟ يعني هناخذ الفراغ هيك ونشوف نهايته ونشوف اذا هو متصل مع النقطه هذيك ولا مش متصل مع النقطه هذيك، ان شاء الله انه يكون متصلات مع بعض، تمام؟ لازم هسه نتاكد ونشوف كيف الوضع. طبعا هاي الفكرات يا اخوان، الفكره احنا بنحكيها عشان انتم تفهموا طريقة العمل الميداني، طريقة العمل الميداني مش أول حلقة راح ننزلها ولا ثاني حلقة ولا ثالث حلقة ولا عاشر حلقة، تمام؟ عشان تفهموا الشغل الميداني اللي احنا بنشتغله مش نفس ما أنتم بتحضروه في الفيديوهات المقطعة، بنكون احنا مقطعين في الفيديوهات إلى آخره، مظبطينها يعني ماشي على أساس إنه الفحص ما ياخذش وقت كثير، الوقت يعني احنا بس مجرد شفنا معدن هناك، معدن هنا، وأخذنا بس اتجاه فراغ، تمام؟ أخذت معنا أكثر من ربع ساعة، تمام؟ فهسه راح نشتغل كمان مرة على اساس لسه بس نشوف الفراغ متصل اتصال مباشر مع الفراغ الثاني او لا. خلينا نطلع فوق الدكتور ونشوف الوضع، تعالوا معنا يلا بينا. بس شيء دكتور تمام هسه انا نقطه السفر صارت في ظهري يا اخوان، اذا في عندي بوابه، في عندي دخولا من هاي الشجره، خلينا نحكي هاي الشجره جايه في البوابه شكلها، فدخولا من عند هاي الشجره هسه بالاتجاه هذا عشان اعرف الفراغ متصل او غير متصل، تمام؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسيخ الفراغ بس لحاله، يلا خلينا نطلع لهي الصخرة، تمام؟ بسيخ الفراغ لحاله، راح اروح باتجاه،
تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونمشي. الان انا بدي احدد اول فراغ، اول فراغ. الان تحديد اول فراغ راح اروح بس باتجاه شوي لهيك، تمام، عشان اعرف السيخ يعطيني اتجاه الفراغ. هاي اتجاه الفراغ اخوان، تمام. يعني ما اخذتش النقطه دغريه، اخذت النقطه لكن هيك جيت فيها شوي، عشان اذا كان متصل هذا الفراغ هذاك الفراغ يعطيني انحراف بالسيخ. خليك عندك دكتور، خلينا اعيدها كمان مره. شوفوا يا اخوان، هاي نقطة الصفر وراي، تمام. الان النقطة الثانية انا بدي اياها هذيك النقطة اللي هناك، لكن انا بدي اشتغل هيك، تمام، عشان اسكر السيخ، عشان اعرف اذا سكر وين بده يسكر، عشان نهاية الفراغ تبعت هذا الفراغ اللي وراي. عم غارة كبيرة والله دكتور، مشكلة رمضان الواحد مش عارف يحكي يا اخوان، بالله عليك ثلاثة، تمام. هاي نهاية الفراغ بالنسبة لنقطة الصفر، هاي نهاية الفراغ. طيب بدي اشتغل عليها بطريقة ثانية. الآن بدي اروح على نقطة الصفر الثانية، لكن من بدايتي من هون، بدي اعتبر نقطة الصفر عندي هون، بدي اروح من هون لهناك بالفراغ فقط لا غير. قرب يا دكتور، تمام. يعني عندي نقطة صفر هيها موجودة هون، مش نقطة صفر معدن، نقطة صفر فراغ، تمام. منها بدي اشتغل، يعني انا بقدر اخذ في اي فراغ ممكن الاقيه على الارض موجود، يعني تحت الارض اي فراغ ممكن اخذ منه نقاط صفر يا اخوان، ممكن اخذ منه نقاط بدايه ونهايه، تمام. يعني اي نقطه بقدر اخذها امسكها، مثلا خلينا نحكي في الفراغ، بقدر اخذ منها بدايه ونهايه، وبقدر اشتغل عليها شغل كامل يعني، ماشي. ما فيش داعي انه والله انا خلاص اخذت فراغ واقعد اخيط فيه وخلاص، بس هذول اللي اعطاني اياهم والله ايهاب الحوراني قال لي بس اشتغل هيك وخلاص انتهى، لا اجتهدوا. الان اخذت انا، فكرت انا عند الشجره، فكرت كيف بدي اجي، ماشي، وكيف بدي اعرف نهايه الفراغ تبعت الشجره هاي، اجت معي هون يا اخوان، فكرت هسه اجتهدت، تمام. هي هيك الشغل تبعها، هي هيك الاسياخ، ماشي. هسه اجتهدت وهسه اشتغلت عليها كويس، بس فكره صغيره عرفت وين نهايه الفراغ. الان بدي اشتغل، عدلت كل المفهوم اللي عندي وعدلت كل الشغل اللي عندي، بدي اشتغل على نقطه الصفر الفراغ هاي، تمام، وارجع اشتغل باتجاه نقطه الصفر الثانيه. طيب سيخ الفراغ لحاله، نقول بسم الله. طبعا هيك هيك وورا ما في فراغ، يعني هيك وورا ما في فراغ، هيك وهيك في فراغ، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، هسه انا راح امشي في الفراغ نفسه عبين ما يخلص معي، خلص معي بدي اشوف وين هو طلع، وين راح اتجاه السيخ يا اخوان، طلعوا. الان بس بدي انتبه على سيخ الفراغ فقط لا غير، لان وين سكر معي؟ سكر معي في النقطة هاي، نقطة الصفر عندي هناك، تمام. اذا انا لسه من ضمن الفراغ، انا لسه والله هي والله يا دكتور فكرته صح هو ابراهيم هذا، تمام، فكرته صح. طيب انا من ضمن الفراغ، الان انا من ضمن الفراغ نفسه، ماشي، بدي اشوف تسكيرتها وين سكرت معي هاي، اشوف الشكل تبعها كيف جاء. احنا مش هنقدر نفصل كلها، لكن كيف حتى انحراف فيه رايح باتجاه النقطة هذيك. يعني انزل معانا، انزل معانا، انزل معانا دكتور تحت، انزل 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 تحت. طيب عندنا يا اخوان، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا نقطة صفر هون، وعندنا نقطة صفر هون، درسوا لكم خارطة عثمانية، تمام؟ لأن الفراغ تبعها هيك جاي بالشكل هذا، تمام؟ جاي هيك وجاي هيك ومسكر عوين على نفس البوابة. إذا هذا كله فراغ، هي نقطة صفر الثانية، كله فراغ عندي، بوابة من هون دخول إلى آخره. تمام، اذا هيك نرسمها، شايفين هاي الرسمه اللي رسمناها هون، هي نفس الرسمه اللي بنرسمها قاعدين على ارض الواقع يا اخوان، تمام، هي نفس الرسمه، هي نفس الشغل هذا اللي احنا قاعدين بنشتغله، نفس هون عندي معدن، هون عندي معدن، هون عندي رسمه الفراغ من هون، عندي البوابه من هون، عندي كذا، برسمها في مخي، بديش ارسمها على الارض، برسمها في مخي، لكن هاي هي. اذا هذا عندي متصل، اذا عندي هديه على البوابه، ماشي، والله العليم تكون على عمق 3 3.5، وعندي اتجاه من هاي النقطه لهاي النقطه، لكن هاي مرتفعة أكثر من هاي. هسه بورجيكم كيف على التصوير، تمام. يعني هاي النقطة مرتفعة، الآن النقطة الثانية نزولك، إذا السرداب أو الفراغ هيك بده يجي بالاتجاه لتحت، يعني هون لو بده ينزل من هون بده ينزل أقل شيء 4 5 متر أو حتى أكثر من 5 متر، هناك أحسن له، من هناك من البوابة أحسن له يا جماعة، أسهل بدخل على سرداب، تمام. امسك شوي، والله أعلم. وضحت يا إخوان كيف أخذناها؟ اشي بسيط، اشي سهل جدا ان نقدر ناخذه، اشي يعني ما فيش داعي للتعقيد. احنا دائما يا اخوان نحكي اذا بدنا نعقد الامور ما نوصلش لنتيجه، على قول هذاك في واحد صاحبي
قال لي اذا بتعقد الامور ما بتوصل لنتيجه دائما، كل ما بتعقد الامور ما بتوصل لنتيجه. ليش احنا بنبسطها بهالشكل هذا؟ ليش احنا بنعطيكم اول درس وثاني درس وثالث درس وعشر درس وعشرين درس وثلاثين درس؟ ليش؟ عشان انت تستفيدوا يا اخوان، تمام؟ احنا بالنهايه شو الميدان هاي اللي بنطلع عليه، ماشي؟ مش سائلين صراحه نحكيها، ماشي؟ اذا انت تابعتنا او ما تابعتنا او اعطيتنا لايك او ما اعطيتنا لايك او اشتركت في القناه او ما اشتركت في القناه، ما بنقص من شغلنا شيء، لانه هذا هو شغلنا يا اخوان، هو شغلنا الميدان احنا، تمام؟ احنا بنشتغل في الميدان وبنتعب في الميدان وما عندناش مشكله كل يوم ننزل على الميدان، ماشي؟ الحمد لله هينا صايمين وهينا نازلين يا اخوان، الدنيا حاميه والشمس حاميه من الصبح احنا في الميدان، مش من هسه، من الصبح، تمام؟ فما عندنا مشكله شغلنا هذا. فاليوم انتم يعني نحكيها بصراحه، يعني زياده المشاهدات او نقص المشاهدات مش مأثر على حياتنا العمليه، هاي حياتنا العمليه موجوده وشغالين فيها والحمد لله رب العالمين. لكن اليوم بدنا نوصل لكم فكره، وفكره صغيره، يا بتستفيدوا منها وبتاخذوها وبتستفيدوا منها، يا ما بتكونش اياها بلاش. وضحت يا اخوان؟ بتكونش اياها بلاش، لا تتفرجوا، يعني بدوش المعلومات هاي البسيطه اللي احنا بنقدمها ما يتفرج يا اخوان، يروح على قنوات ثانيه ممكن فيها واحد بيجيب مقالب في صاحبه، واحد بيجيب مقالب بيعمل مقالب في ما عارف مين في اخته، ماشي؟ والثاني بيجيب مرته بتطبخ فيها بتصير ايش، بروح بصورها وبضربها كف على رقبتها، تمام؟ يعني سواليف زي هيك، تمام؟ فاحنا بدنا نفيدكم، بدكم تستفيدوا تدعمونا في اللايكات، تدعمونا في المشاركه، تدعمونا في الامور هاي عشان تستفيدوا، تمام؟ ايش هو؟ عم بلبس وقفوا.